معايا على الهاتف الاستاذ اسامه اسماعيل، المنسق الاعلامي للمنتخب المصري في روسيا. استاذ اسامه، مساء الخير. اخر التطورات في معسكر المنتخب، وهل بالفعل هناك حاله من فقدان التركيز بسبب ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيره؟ اللعيبه مركزه ولا مش مركزه؟ قول لنا ايه اخر الانباء والحقيقه عندك. لا، هو الحقيقه النقطه دي يعني اعتقد ان هي ما اتنقلتش عندكم بدقه. ما حدث ان احنا اساسا نظام البطوله ما بننتقل في فنادق في المدن اللي بتقام فيها المباراه. ده ما بيبقاش كامب، ما بيبقاش معسكر. يعني المعسكر في جروزني ممنوع على اي حد يدخل الفندق المخصص لمنتخب مصر، وهو مقفول تماما على بعثه المنتخب المصري. لكن لما بينتقل لكاترينبرج لبطرسبرج بينزل في فنادق عاديه فيها مرتدين للفندق، لكن اساسا السلطات الامنيه في روسيا بتعمل تجهيزات لعزل الفريق في جزء خاص من الفندق لا يحتك به مرتدي الفندق نفسه، وده اللي حصل في الفندق المقيم فيه الباعثه حاليا. مخصص مدخل للمنتخب لا يرتده غير المنتخب، فيه ممرات، فيه دور مخصص تماما للمنتخب عليه حراسه امنيه لمده 24 ساعه، حتى فيه مصعد خاص بالمنتخب بينزل وينزل منه. نقطه الالتقاء الوحيده بتبقى عند مدخل المصعد، وده بيبقى فيه سياج بشري من الامن الروسي واقف ما بين الجمهور او المتواجدين في بهو الفندق والممر اللي بيمر منه لعيبه منتخب مصر. دي الصوره اللي موجوده هنا هو. وعلى ذلك فان لعيبه منتخب مصر لم يفقدوا تركيزهم. الجهاز الفني اذن لهم امبارح بساعتين يلتقوا فيها بذويهم او باصدقائهم الموجودين في سانت بطرسبرج، لان زي ما حضرتك عارف اساسا تبدو مدينه بطرسبرج كانها احد احياء القاهره من امبارح، من ساعه وصولنا من كثره المصريين اللي جايين يؤازروا المنتخب. فكان خصصت اداره الفريق للاعبين ساعتين من 8 ل 10، وانتهت الساعه 10 بوقت خلودهم للنوم، وانتهت المساله على كده يعني. انما هم في قمه تركيزهم، شاركوا النهارده في مرانهم الاخير على ملعب المباراه كريستوفسكي. ال 23 لعيب بحاله بدنيه وفنيه عاليه جدا، تركيز عالي وروح معنويه عاليه، وربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله في انهم يحققوا امل المصريين كلها ويحققوا الهدف من المباراه ويحافظوا على املهم، زي ما قالوا المهندس هاني ابو ريده في اجتماعهم معاه بعد وجبه العشاء النهارده. اذا كويس ان حضرتك طمنتنا على الاجواء في المعسكر، لكن برضه لازم اسالك عن الاستعدادات النهائيه في التمرين الاخير. اللعيبه كلها اتمرن زي ما حضرتك اتكلمت من شويه وطمنتنا على الاصابات، لكن هل من واضح من خلال التدريبات ان مستر كوبر بيفكر في تغيير معين باشراك مثلا كهربا، باللعب بصلاح كسترايكر صريح، واللعب مثلا على الجنب برمضان او شيكابالا؟ هل في اي ملامح لتغيير التشكيل ظهر في التدريب النهارده؟ استهدف مستر كوبر من المدربين اللي لا يبدو على تدريباتهم التشكيل اللي هيلعب بيه. وحتى لو هو بيعمل كده فهو متعمد اليوم على وجه التحديد في وسط مندوب الصحافه العالميه ان هو ما يبديش هذه الكلام. لكن هو انا استطيع ان ارد عليك من كلمات مستر كوبر نفسه خلال المؤتمر الصحفي اللي عقده قبل التدريب النهارده. فبيقول اساسا ان كل مدرب له استراتيجيته في الاداء، وصعب جدا ان الاستراتيجيه دي تتغير في يوم وليله. دي اشاره واضحه جدا ان هو هيلعب بكره بنفس استراتيجيته وبنفس طريقه لعبه. المستجد في تشكيل المنتخب الوطني عما كان عليه في مباراه اوروجواي هو محمد صلاح. هل محمد صلاح هيبدا به المباراه ام يستند اليه في وقت معين من المباراه؟ ده اللي محدش هيقدر يجاوب عليه غير لما نشوف المباراه نفسها. تمام، احنا بنتمنى طبعا انه يشارك من بدايه المباراه لانه هيفرق جدا مع المنتخب. بشكرك جدا الاستاذ اسامه اسماعيل، المنسق الاعلامي لبعثه المنتخب في روسيا.